هلا والله متابعيني، ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية. اليوم انا وين جايبكم؟ بصراحة اليوم انا جايبكم المكان كل عراقي غيور على عراقه اكيد راح يفرح بهذا المكان. تعالوا وياي وخلينا نشوف هذا المعمل الفخم شنو جاي ينتج من شغلات حتى نكون فخورين به. يلا اول ما تدخل هنايا ضروري لازم تلبس الملابس السلامة، بداية الخوذة واكيد نلبس الجمال، وهسه نجي على الشفوف نلبس. وهسه اقول لكم تعالوا وياي وخلينا نبدا انا وياكم من اول مرحله التصنيع بداخل هذا المعمل. يلا وهسه راح نبدي من اول مرحله. دا تشوفون هذا شنو هو؟ هذا بلاستيك مزقر، وهسه راح نخلي لون الاسود بس شويه اقل من الابيض بهوايه، وهسه نبدي نخبط. وهسه راح نخلي جهاز نفس المكنسه الكهربائيه حتى يبدي يسحبه، بدا ينسحب. تعالوا خلينا نشوفه وين يروح. يلا بعد ما تم السحب مالته راح يجيب هذا الجهاز كليته، وخلي نشوف طريقه الانتاج اللي راح ينتجها هذا الجهاز الحبيبات الصغار شنو راح يسويها. يلا الجهاز هو سوانا هاي القوالب، تعالوا خلينا نشوف هاي القوالب شنو تصير. يلا وهسه بعد مرحله البلاستيك جينا على مرحله الرصاص، الرصاص يجي هنايا بكميه كلش كبيره. تعالوا وياي وخلي نشوف انا وياكم وين بعدها يروح الرصاص وشنو راح يصير داخل هذا المعمل. والرصاص شوفوا ليه شلون صار على شكل قوالب، وهسه بعدها انه بداوا يسوونه على شكل مربعات ويحطون وياه عده انواع من الكراتين ومادات هي تكون بداخل. وهسه بعدها دخل مرحله التنشيف بالكامل، شوف ليه شلون ده يتنشف. وبعد التنشيف تعالوا خلينا نروح نشوف وين يروح. وهسه بعد ما الرصاص تنشف بالكامل تعالوا وياي وخلي انا وياكم نخليه بالجهاز الخاص بي، خليه هنايا ونبدي. أجهزة متعددة هي موجودة هنا، كل يتم الكشف إذا أي وحدة بها خلل راح يتم المعالجة مالتها من خلال الكادر. أجهزة متعددة هي موجودة هنا وكليتها أجهزة متطورة. أكيد البلاستيك اللي صار هو على شكل بوكس، وأكيد الرصاص اللي هو صار على شكل مربعات كليتها انجمعت وصارت على شكل بوكس بالبلاستيك. تعالوا خلينا نشوفه شنو صار. يلا وبعد البلاستيك والرصاص اكيد هو راح يتعبى مادة الخاصه بيه، واكيد جينا على مرحله الضغط الهواء، راح يلقطونه بهواء كلش قوي، واذا كان باي خلل او اي تسريبات راح يتم المعالجه مالته بالكامل. واكيد هنايا مرحله المي، تعالوا خلينا نشوف بعد مرحله المي وين يروح وشنو صار هذا. واكيد هو هذا المعمل ده ينتج من احسن واجود انواع البطاريات اللي هي خاصه بالسيارات وكليتها بها ضمان سنه كامله، يعني كليتها منتوج عراقي ومحلي. وهنايا راح ينطيك 60 امبير حقيقي مو مثل باقي البطاريات. تعالوا وياي وخلينا نروح نشوف البوكس مال البطاريه شلون دا يصير، وشلون راح تحصلون على الضمان، وشلون راح تحصلون على انواع البطاريات اللي موجوده هنايا. يلا بصراحه انا اليوم كلش فخور وانت هم لازم تكون فخور، انا متواجد بمعمل مايه يمتلك عده شهادات دوليه، واكيد هو مختص بتصنيع البطاريات ومن احسن انواع البطاريات واجودها. تدرون انا ليش كلش فخور؟ لان هو هنايا الموظفين اللي موجودين عنده من كل طبقات المجتمع، وموجود عنده كوادر رجاليه او كوادر نسائيه، كل الناس هي تقدر تطلب من عنده. كل واحد عنده محل ويريد يطلب من عنده بالجمله يقدر يتواصل وياهم على هاي الارقام للتواصل والاستفسار اكيد. والناس اللي عندهم سيارات انا انصحكم ببطاريه مايه.